نور أبو زيد، مصور فوتوغرافي، 24 سنة. الحكاية ابتدت لما كنت نازل رايح أقابل واحد صاحبي. وأنا في الطريق لقيت واحد ماشي وعمال يتلفت حواليه، مخدش باله إن أنا شايفه. أنا كنت هكمل في طريقي بس في حاجة منعتني. في البداية ما كنتش مصدق اللي حصل، مين الشخص الخاين اللي ممكن يعمل كده؟ فكرت إن أكلم صاحبي اللي كنت هقابله عشان هو صحفي ويقدر ينشر الصور دي بسهولة. اترددت شوية بس غصب عني لقيتني بطلب رقم. الو، ايوه يا احمد، اسمعني يا احمد. النهارده حصل حاجة غريبة جدا. وبدأت احكي له عن اللي حصل بالتفصيل، واتفقنا اني ابعت له الصور عشان ينشرها في اسرع وقت. خوفي من ان يحصل لي حاجة بسبب الصور دي كان طاغي على اي حاجة تانية. فكرت امسح الصور بس ما قدرتش، حسيت ان في حاجه منعاني ودي الحاجه اللي احتمال اندم عليها طول عمري. فقررت ان ابعتهم لاحمد فعلا وباسمي. الصور نزلت في كل حته، في مواقع الاخبار والجرايد، على كل صفحات الفيسبوك. أول ما بيجيلي رسايل ومكالمات تهديد الدنيا بتلف بيا ودقات قلبي بتبقى سريعة. قعدت بعديها أيام في المكتب منزلش، كنت خايف وكنت أول مرة أحس برغم الخوف اللي أنا عايش فيه إني شجاع. ما أنا يا إما صح يا إما غبي. أيام ما عرفت حكاية خالد سعيد، قالوا إنهم مسكوه معاه مخدرات، بس عرفت بعدها قصته الحقيقية مش اللي ملفقناها له. ساعتها حسيت إن هو كمان يا إما صح يا إما غبي. إزاي واحد يبيع عمره وأهله وأحلامه؟ يا ترى كان بيفكر في إيه ساعتها؟ زيد معايا؟ ايوه، مين معايا؟ انا هشام مصطفى، معد من برنامج الاتجاه. انا بكلمك بخصوص مقابله عاوزين نعملها معاك في البرنامج. انا قلت قبل كده ما عنديش حاجه اقولها. على فكره انا زميل احمد الصحفي، صديقك اللي نشر لك الصور، وهو اللي اداني نمرتك. انا ما عنديش استعداد اعمل اي لقاءات دلوقتي خالص خالص. اسمح لي يا نور، ما ينفعش تفضل مختفي كل الفتره دي. هتفضل حابس نفسك في مكتبك كده على طول؟ الناس لو ما سمعتش منك شرح على اللي انت صورته دوت ممكن تحصل فتنة، اللي انت نفسك منعتها لما صورت الكلام دوت. فتنة؟ طبعا، ولو انت خايف من امن الدولة زي ما احمد قال لي، كلامك معانا في التلفزيون مش هتخليهم يقربوا لك. موافق موافق. كويس جدا يا نور،
ميعادنا النهاردة الساعة 9. طيب ما كنتش عارف افكر، وكل اللي كنت بتمناه اني اصحى من الكابوس ده. في لحظات بتعدي علينا بطيئة، بنحس ان الزمن وقف، كل خطوة بتمشيها بتبقى عايز تفكر فيها 1000 مرة قبل ما تخطيها، وألف فكرة وفكرة بيدوروا في دماغك. جدتي زمان كانت بتحكي لي حكاية لما ربنا أمر ملك الجبال إنه يخسف الأرض على أهل قرية ظلمة، ولما الملك سأل إن في شيخ عابد في وسطهم قال له هو أول واحد تخسف بيه الأرض. سألتها مستغرب ليه، قالت لي عشان شاف الغلط وما قالش لأ، عشان كان قادر يصلح ومصلحش، عشان كده قررت إني مسكتش على الغلط وأقول لأ. الدنيا عاملة زي دايرة كبيرة بتملاها باللي انت عايزه، شغل، جواز، دراسة، بس الأهم من ده كله انك تملاها بحاجة تنور اللي انت عايزه.